الله في النظم أولا أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامج ما تيسر، هذا البرنامج الذي من خلاله نستضيف مجموعة من الشباب، ننتقي سورة من سور القرآن العظيم، وكل القرآن عظيم، فنستخرج معكم القراءات في هذه السورة، أحكام التجويدية في هذه السورة، لأن الأيام هذه الكثير يعاني من مشكلة قراءة القرآن، فقراءة القرآن لابد أن تكون بتدبر وتكون وفق الأحكام التجويدية، فنحاول أن نأخذ سورة ونقرأها مع الشباب ونستفيد من الأحكام التجويدية، فأستفيد أنا ويستفيدون الشباب وتستفيدون أنتم خلف الشاشة، فكونوا معنا كي نستفيد جميعا من هذا البرنامج العظيم المبارك. ببسم الله في النظم أولا أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده أخرجه الإمام مسلم. ببسم الله في النظم أولا أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما. حياكم الله أخواني وأخواتي، رجعنا إليكم بعد الفاصل. قلنا في حلقة سابقة أن الإنسان عليه أن يكثر من يعني تدبر القرآن وفهم القرآن لكي يخشع قلبه ويلين قلبه ويحصل أو وينال المراد من هذا القرآن. قال الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقراءة القرآن والمداومة على قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بما في القرآن وفهم القرآن تعين الإنسان وقد يلين قلبه ويخشع قلبه وتخرج الدمعة من بل الدمعات تخرج من عينه كلما سمع القرآن لأنه فهم القرآن ووصلت له الرسالة الربانية من هذا القرآن. اليوم نتكلم على مسألة مهمة أخواني وأخواتي، وهي مسألة من وفق لحفظ القرآن أو وفق لحفظ شيء من القرآن. اليوم القرآن 30 جزء، هناك من يحفظ جزء وهناك من يحفظ أكثر وربما يحفظ القرآن كامل، وهناك من يحفظ سور معينة، يعني في بعض أشخاص يحفظ سورة البقرة، وفي بعضهم يحفظ سورة الكهف، وفي بعضهم يحفظ سورة الملك، وفي بعضهم يحفظ جزء عامة وجزء تبارك أكثر أو أقل هكذا. هؤلاء الأشخاص نبين لهم نقطة مهمة جدا وهي المداومة على حفظك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الذي لا يقرأ القرآن، يعني لو أنا كنت أحفظ القرآن كامل وأهملت قراءة القرآن، انشغلت بالدنيا، انشغلت بأمور أخرى، ما قرأت القرآن، صدقون لو يمر علي سنة أو أقل من سنة
ست شهور ما أقرأ القرآن، لما تقولون لي أقرأ القرآن أن تحفظ القرآن، ما أستطيع أن أقرأ القرآن، راح أقرأ وأخطائي كثيرة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا، تعاهدوا أن استمروا تمسكوا بقراءة القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالموفق الذي يوفقه الله عز وجل لحفظ القرآن كامل أو أجزاء من القرآن أو سور معينة كسورة البقرة أو الكهف أو غيرها، يتعاهد ويضع لنفسه برنامج أن يقرأ القرآن وليبشر بخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى، وينالون المغفرة العظيمة من الله عز وجل. بل أعظم من ذلك يا شباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به أقوام. فالذي يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن يرفعه الله عز وجل في الدنيا. كلكم يعرف قصة ذاك العبد الذي تولى يعني مقاليد أو زمام الأمور في العراق أو في البصرة، كان فيها والي جاء إلى عمر بن الخطاب فقال عمر يعني جئت ومن تركت على أهل البصرة؟ قال تركت عليهم فلان. قال ومن فلان؟ قال عبد من العبيد. فقال تضع على أهل البصرة عبد من العبيد؟ قال يا أمير المؤمنين يحفظ القرآن. قال عمر لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به أقوام. انظروا الآن في زماننا الآن، تجد هناك ناس أناس من علية القوم، إما بالمناصب أو بالأموال، ربما هذا إنسان يملك ملايين من الدنانير، وربما هذا إنسان منصبه عالي في الدولة، وتجد الإمام شخص جدا لا ينظرون له شيء، أسيوي ولا من أفريقيا ولا شيء بسيط جدا، لكن لما حفظ القرآن رفعه الله سبحانه وتعالى إلى مكانة عالية، وأصبح يئم قوم يقفون خلفه فيهم الوزير وفيهم فلان وفيهم فلان وفيهم التاجر فلان وفيهم الغني فلان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به أقوام. ببسم الله في النظم أولا أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما. حياكم الله أخواني وأخواتي، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل مع ثلة طيبة من الشباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم هداة مهديين وأن يجعلهم قرة عين لوالديهم. اليوم إن شاء الله راح نأخذ معاكم سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة سورة مدنية، ذكرنا المدني هي السور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الممتحنة تجسد يا أخواني عقيدة الولاء والبراء، كيف أن الإنسان يوالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، وكيف أنه يتبرأ من أعداء الله عز وجل وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يعادي أهل الإسلام. فالولاء والبراء متجسد في هذه الصورة. ونزلت هذه السورة لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكانت على غير الإسلام، وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها شيء لأنها أصبحت يعني محتاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى هذه المرأة شيء. هناك صحابي اسمه حاطب بن أبي بلتعة، لما رأى أن هذه المرأة أرادت أن تذهب إلى مكة كتب رسالة وأرسلها مع هذه المرأة، قال أوصليها إلى أهلي فلان أو فلانة. لكنها لما خرجت الله عز وجل أنزل
وحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن حاطب أرسل كتاب مع هذه المرأة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي والزبير وطلحة أن يلحقوا بهذه المرأة وأن يحضروا ما معها من الكتاب. ذهبوا وأحضروا الكتاب مع المرأة، لما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن حاطب يخبر أهله أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يأتيكم، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام حاطب وقال له لما فعلت هذا؟ قال والله رسول الله ما خنت الإسلام وما غششت الإسلام وما زال الإسلام مستقر ومتيقن في قلبي. وحاطب يا أخوان ترى من السابقين، وحاطب ممن شارك في غزوة بدر الذين اختصهم الله عز وجل. فقال عمر يا رسول الله، قال له النبي ليه فعلت هذا؟ قال رسول الله كل يعني من في مكة له أهل له عزوة إلا أنا أهلي ما لهم عزوة، فأردت أنهم يبتعدوا عن مكة حتى ما يحصل لهم شيء من القتال أو يقتلوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدق كلامه ونيته، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تزكي حاطب وتبشره بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال وما يدريك أن الله يعني وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال يعني اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن بلتعة أنهم من أهل الجنة وأن الله عز وجل قد غفر له كل ما يقوم به حاطب بن بلتعة. فهذه الصورة أخوان تجسد عقيدة الولاء والبراء، وأن المسلم لابد أن يوالي الله ورسوله والمؤمنين وأن يتبرأ من كل أعداء الدين. لا تقول هذا قريب لي لكن غير مسلم، أو هذا لاعب أحبه، أو هذا فلان أحبه. لا، لابد أن يكون قلبك ممتلئ بالإسلام وأهل الإسلام، وأن يكون خالي من شوائب الإسلام. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى مع القارئ الأول. تعرفنا باسمك. حسن محمد. حسن محمد شمري. حياك الله يا حسن. كم عمرك يا حسن؟ 13 سنة. طيب ونعم يا حسن، بارك الله فيك وفي عمرك. استعذ بالله تبارك وتعالى واقرأ من أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول بالحق. لا نطقتها صح، الحق، لكن القاف يقلقل. الحق من الحق وقد كفروا. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد أحسنت الله يحفظك يبارك فيك يا حسن يجعلك من أهل القرآن وينورك بنور القرآن إن شاء الله جزاك الله خير وبارك الله فيك مثل ما سمعتم إخواني وأخواتي في هذه الآيات التي مرت علينا إن الله عز وجل يجسد للمسلمين عقيدة الولاء والبراء ذلك يقول الله عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ثم ذكر الله عز وجل موقف إبراهيم مع أبيه وكيف أن الله عز وجل إبراهيم تبرأ من قومه وإلا أنه يعني تمسك بوالده لكن بعدها بين الله عز وجل الحالة مع إبراهيم وأبي ذاك يقول الله عز وجل قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر جزاك الله خير يا حسن وبارك الله فيك نكمل الآن مع القارئ الثاني كريم صديق كريم صديق حياك الله يا أخو كريم كم عمرك يا كريم 17 حياك الله كم تحفظ من القرآن 17 بعد ما شاء الله حياك الله يا حبيبي طيب أنت كل سنة ظاهر مع العمر تزيد جزء الله يحفظك يبارك فيك في عمرك استعذ بالله وقرأ عسى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أحسنت، بارك الله فيك، حفظك بارك الله فيك، قراءة جميلة جدا. إن شاء الله المرة القادمة تكون متطور في حفظ القرآن، حافظ القرآن إن شاء الله. جزاكم الله خير إخواني وأخواتي، فاصل ثم نرجع لكم بإذن الله تبارك وتعالى. ببسم الله في النظم أولا. أولا. تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما. حياكم الله أخواني وأخواتي، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد قرأنا مع المشارك الأول المشارك الثاني سورة الممتحنة، وبينا قبلها سبب نزول هذه السورة، وأنها نزلت في الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة إلى أهل مكة، وأن الله تبارك وتعالى قد برأه يعني من حادثة الكفر والنفاق، وأن هذه السورة تجسد لدى المسلم عقيدة الولاء والبراء، هذه العقيدة التي بدأت تختل يعني في هذا الزمان، ذلك الإنسان لابد أن يتمسك بها وأن يعني يطبقها ويترجمها في حياته. المراد بالولاء والبراء يا أخواني أن الإنسان المسلم يوالي الله ورسوله وأهل الإيمان، وأن يتبرأ من أعداء الله عز وجل وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء المسلمين، فهذه تسمى عقيدة الولاء والبراء. أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أهل الإيمان وأتبرأ من أعداء الإسلام والمسلمين. نكمل الآن مع المشاركة الثالث، عرفنا باسمك. خالد محمد. خالد محمد، حياك الله يا خالد. كم عمرك يا خالد؟ 18. ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن؟ 25 جزء. 25، باقي لك لحظة بسيطة وتحفظ القرآن إن شاء الله. الله يحفظك يا خالد، يجعلك من أهل القرآن، ونفرح معك إن شاء الله بحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. استعذ بالله وأقرأ السورة من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الممتحنة من أولها. سورة الممتحنة. أعيد الممتحنة. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم
يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله يحفظك ويبارك فيك ويستر عليك ويجعلك من أهل القرآن. قراءة جميلة جدا جدا جميلة. ننتقل إلى المشارك الرابع ويانا. تعرفنا باسمك؟ محمد توفيق. محمد توفيق حياك الله يا محمد. كم عمرك يا محمد؟ 16 سنة. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ من القرآن؟ الحمد لله أحفظ القرآن كم. تحفظ القرآن كامل. ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله واقرأ عسى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما شاء الله بارك الله، الله يحفظك، الله يحفظك يا محمد، جزاك الله خير، قراءة جميلة كلكم أنتم، ما شاء الله عليكم قراءتكم جميلة، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم من أهل الإيمان ومن أهل القرآن وينور صدوركم بالقرآن ويجعلكم يعني قرة عين لوالديكم إن شاء الله. وأنتم خلف الشاشة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حسن الاستماع وحسن الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يعني يجعل ما سمعنا وما قرأنا في هذه الحلقة حجة لنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ببسم الله في النظم أولا أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما.